من هم الأرحام الذين تجب صلتهم وكيفية الصلة، هل هي بزيارة أم مكالمة؟ والأرحام الذين ورد الوعيد بقطعهم، يعني هذا سؤال مهم. الأرحام الذين تجب صلتهم هم المحارم، وضابط ذلك أن تفرض هذا القريب، تفرض يفرض الإنسان أن هذا القريب أنثى، لو كان أنثى لما حل له أن يتزوجها، فلو كان أحد الأقارب ذكرا والآخر أنثى لما حل له أن يتزوج بها، فيكون هذا من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم. فمثلا العم لو افترضنا أنه أنثى فأصبح العمة، فهذا من المحارم لا يجوز يتزوج به، فيكون من الأرحام الذين تجب صلتهم. لكن ابن العم، ابن العم لو افترضنا أنه أنثى بنت عم، هل يجوز الزواج بها؟ نعم، إذا لا تجب صلته لكن تستحب. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. فهم المحارم، وذلك بأن تفترض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يحل له أن يتزوجها. والدليل لهذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وإنما نهى عن ذلك لأجل أن هذا يفضي غالبا لقطيعة الرحم. لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الجمع بين بنات العم، يعني لو كان العم وعم آخر يجوز أن يتزوج هذه وهذه، أو بنات الأخوال أو بنات الخالات، فدل هذا على أن الرحم الواجب صلتها هم المحارم فقط. على ذلك الأرحام الذين تجب صلتهم الوالدان، وصلة الوالدين تسمى بر لأنها يعني آكد الصلة، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء الذين تجب صلتهم. وأما أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء الخالة فتستحب صلتهم. وهذا هو الضابط في صلة الرحم. فالأرحام الذين تجب صلتهم يجب على الإنسان أن يصلهم، وإذا لم يصلهم أثم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، اتفق عليه. ولما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه. يصله بماذا؟ يصله بكل خير وتيسير وتوفيق. ولهذا تجد أن الواصل لرحمه من أكثر الناس تيسيرا لأموره، وأوسعهم رزقا، وأكثرهم سعادة. بينما القاطع لرحمه تجد أنه من أكثر الناس تعاسة وشقاء، غير موفق في حياته كلها، غير موفق بسبب قطيعة الرحم. فإن قال قائل: نجد في الواقع من هو واصل لرحمه وفقير، وقاطع لرحمه وغني، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ من يجيب عن هذا؟ نعم، البركة، قد يكون فقير ما عنده، ما بورك له في ماله، نجد هذا في الواقع، هو واصل وصالح وتقي. نعم. لا، نقول إن المقصود بتوسعة الرزق للواصل بسط الرزق النسبي وطول العمر النسبي. ما معنى النسبي؟ يعني هذا الفقير لو لم يصل رحمه لكان أفقر من ذلك، وهذا أيضا الذي واصل لرحمه ومات شابا لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك. طيب، هذا الغني القاطع لو لم يقطع لكان أغنى من ذلك. فالمقصود إذن بذلك بسط الرزق وطول العمر النسبي، هذا هو المقصود. طيب، سؤال الأخ الشق الثاني من السؤال يقول: كيف أصل رحمي؟ تكون صلة الرحم قال أهل العلم المرجع فيها للعرف، ما عده الناس صلة فهو صلة،
ومن ذلك الزيارة والهدية والمساعدة للرحم إذا كان محتاجا، مساعدة المالية، وكذلك المكالمات والوقوف معه في المناسبات، مناسبات الأحزان أو مناسبات الأفراح ونحو ذلك. والناس بفطرتها تفرق بين الواصل والقاطع، تجد الناس يقولون فلان واصل فلان قاطع، فالمرجع في ذلك إلى العرف. نصلي على الجنائز ونهدي بعض أجرها للوالدين، هل يجوز هذا العمل؟ هذا العمل يجوز، هذا من إهداء القرب، لكن الأولى والأحسن أن تجعل الأجر لنفسك وتدعو لوالديك، لأنه كما أن والديك محتاجان للأجر فأنت أيضا محتاج، الأحسن أنك تجعل الأجر لك وتدعو لوالديك، أو تجعل لوالديك صدقة جارية ونحو ذلك.